بما يتعلق بمرضى الأمراض السرطانية، هنالك أول شيء المرضى اللي كانوا عم ياخذوا العلاج الشعاعي خاصة بمستشفى النبطية الحكومة، كذلك نحن في عدة برامج أو عدة مستشفيات عم تتعاون مع وزارة الصحة بهالموضوع، كذلك نحن طلبنا ليست من مستشفى النبطية عم نتواصل مع المريض، ولكن إذا المريض عنده علاج كذلك يتواصل معنا نحن بنأمن له ما هو المستشفى اللي بده بحسب منطقة النزوح اللي فيه، مثلا إذا كان في منطقة إقليم الخروب أو منطقة الشوف نحن في عين وزين هنالك مستشفى عين وزين هنالك مركز العلاج الشعاعي عم نحوله لعنين، وكذلك إذا كان في بيروت في مراكز أخرى وكذا بحسب المنطقة اللي موجود فيه. بحال هو عم بيتابع علاج كيميائي للسرطان، لأنه في مرضى كانوا بمستشفى تبنيه أو بمستشفى النبطية الحكومي، عم نحولهم على مراكزنا بالمستشفيات الحكومية، هنالك عدة مستشفيات حكومية افتتحنا فيها مراكز السرطان وهي عم تستقبل، مثل مثلا بصيدا مستشفى التركي بالإقليم الخروب، نحن عندنا مستشفى سبلين في طرابلس، عندنا مستشفى أوريجناسو أو طرابلس، وببيروت عندنا المستشفى العبد الحكومي كذلك، المستشفى الحريري تقريبا صار يعني القدره الاستيعابيه بتاعته صارت يعني وصلت على الاخير. فنحن كذلك هالمرضى، المرضى اللي عندهم كان عم ياخذوا ادويه من الصيدليه اللي في منطقه الجنوب، نحن يا اما نحن عندنا ارقام عم نتواصل معهم او فيهم يتواصلوا معنا على رقم 1787 او على رقم اللي هو للامراض السرطانيه 1214، مجرد ما عم يتواصلوا معنا عم نقول لهم لاقرب صيدليه هن موجودين على اماكن النزوح وعم نامن لهم اياها. كذلك بما يتعلق بالنساء الحوامل، نحن اليوم اتصل علينا 9 نساء كنا امنا لهم كذلك الاستشفاء، واذا في اي امراه يا اما نحن بيتواصلوا معنا او كذلك عن طريق مراكز الرعايه كذلك نحن بنحولهم على المستشفيات الحكوميه وبنساعدهم حتى يحصلوا على الخدمه اللي هن بيحتاجوا. فهذا بما يتعلق بالمرض. الموضوع الثاني هو ما يحتاجه النازحون من الدواء أو ما هو بحكم الدواء مثل الحليب، كذلك نحن وزارة الصحة هلأ عم بتأمن كمية كبيرة من يعني الحليب اللي ممكن إذا كانت المرأة ما عندها رضاعة فضلية كمان ممكن تساعد بهذا الموضوع، وكذلك بموضوع أدوية الأمراض المزمنة أو أدوية الأمراض يعني إذا كان الحادث مثل حدا عنده إسهال أو التهابات، كمان هي اللي حتكون تتأمن يا من مراكز الرعاية أو عبر العيادات النقالة ممكن نأمنها للأماكن اللي فيها النازحين. نحن النازحين عم بيتم تسجيلهم وإعطائهم رقم وطني خاص يعني الصحي للنازحين، وهذا بيسهل علينا فيما بعد كذلك إذا احتاجوا أي خدمات صحية أخرى في مستشفياتنا بيسهل علينا الوصول إليها. في كثير عم يجينا اتصالات انه اذا النازحين احتاجوا انه اي خدمات صحيه، هل ممكن يروحوا على المستشفيات؟ نعم ممكن يروحوا خاصه المستشفيات الحكوميه، نحن عم نتواصلوا معنا، اذا كانت الحاله طارئه او الحاله فيها اقامه حياه، نحن كذلك عاطين اوامرنا للمستشفيات انه يستقبلوا هالحالات ويقدموا الخدمات اللازمه. وعلى كل حال اي مريض بحاجه لاستشفاء كذلك فيه يتواصل معنا على الطرف الساخن 1787، ونحن